السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز وكل الباحثين العراقيين المحترمين، أتمنى لكم أن تستفادوا من هذه المحاضرة وجواب للأخ العديد اللي سأل على كيفية تغيير السيتيشن. مثلا إحنا عندنا هذا التيكس اللي أخذنا، اللي هذا أخذنا هايلايت مسوى من مندلي من الدوكومنت من الارتيكل، وثم جبنا هنا إلى في داخل المايكروسوفت وورد حتى نسوي سيتيشن، ونختار من الريفرنس نختار insert citations، ثم go to Mendeley، ثم نختار الملف اللي احنا اخذنا منها التكست، ثم نسوي cite، ثم يبين لنا الريفرنس او المصدر اللي اخذنا منها الملف او التكست. مثلا الاخر هسه السؤال هنا، مثلا اذا احنا نجي الى references نكتب references، وهذا الريفرنسز اريده اخلي بها من الانسيرت بيبلوغرافي اشوفه كل اللي يطلع مني النتائج اللي اني اخذتها من الملفات، يقول له مثلا رقم فلان رقم فلان رقم فلان. اما بالنسبه لتغيير السايتيشن عندنا حالات، مثلا عندك ستايل، هذا عندك ستايل سايتيشن، تختار اي واحد منها. مثلا انا اختار هسه i3، اختار i3 شوف يتغير ستايل، مثلا اختار هذا النوع من الاخر، شوف كل شيء يتغير، يعني ستايل يتغير والريفرنس اللي اخذه منها هم يتغير، شوف الوضع مبين كله زين، واتمنى لكم ان تستفادون منها. اما اذا هذه العمليه ما لها نتائج، شوف انت ما تسوي تختاره ما يسوي لك التغيير، هذا سبب شنو؟ اولا لازم ان يكون في هذه الحالة أن مندلي مفتوح، يعني مندلي مفتوح وأنت تقوم بهذه العملية، هذا أولا. ثانيا قم بالكليك على ريفريش، بالريفريش ثم تختار اللي أنت تريده، أشوفها كلها يتغير. أتمنى ليس بإمكاننا أن نقوم بمعالجة المشكلة، نجي إلى ستايل من الداخل الوورد ونختار مور ستايل، من المور ستايل أوتوماتيك البروغرام يرجع إلى المندلي، وثم نختار مثلا الشيكاغو، نختار الشيكاغو هذا ستايل، ونقوم بالكليك على use the style، وثم نقوم بالكليك على done، ونتغير، شوف نلاحظ انه تغير ستايل اوتوماتيكلي، والستايل اللي احنا اخذنا جاء الى داخل مايكروسوفت وورد. اما طريقة اخرى مثلا بالمور ستايل يجي الى مندلي، عندك get more style، اي ستايل انت تريد تكتبها تقدر، مثلا انا اريد الاستراليان انت اللي قاعده، يسوي الانستول، بعد الانستول شوف use the style ثم done، شوف يجي هذا النوع الى هنا ونشوفه نختارها اذا هذا السيرفر، واذا ما جاي نرجع الى more style ونرجع الى المندلي ونختار اللي احنا اخذنا استراليا، وثم نقوم باليوز ستايل وثم دن، يعني ننتظر شويه حتى يجيبنا الى داخل المايكروسوفت وورد، وشوف هذا ستايل اجى الى داخل مايكروسوفت وغيرت الستايل. واخ العزيز اذا المشكله باقي، تعال الى فيو وثم من الستايل سيتيشن ستايل عندك مور ستايل، وخليها المندلي مفتوح، شوف لانه بستايل عندك الاختيارات مور ستايل، عندك اختيارات مثلا جيت مور ستايل ابريفيشن. اتمنى لكم الصحه والسلام والعافيه وتستفادوا منه ان شاء الله.